أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين. أكدت لجنة الطاقة النيابية في العراق أن جولات التراخيص النفطية تسببت بخسارة مالية كبيرة للعراق، وهو ما يجدر إعادة النظر فيه من قبل الجهات المعنية. وقالت اللجنة إن إنتاج النفط قد ازداد عندما تعاقدت وزارة النفط مع الشركات النفطية الأجنبية، واستدركت بالقول إن جولات التراخيص مجحفة بحق الشعب العراقي، مشيرة إلى أن تلك الشركات غير معنية بتقليل صادرات النفط التي يلتزم بها العراق وفقا لاتفاق أوبك، حيث تستمر هذه الشركات باستخراج النفط ما يؤدي إلى خسارة العراق، لا سيما مع دخول جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية السيئة. أعلن حاكم مدينة قصر شيرين غربية إيران مراد علي تاتار أن التبادل التجاري عبر منفذي خسرو وبرويز خان الحدوديين مستمر دون انقطاع رغم تفشي فيروس كورونا، وأشار تاتار إلى أنه بإمكان التجار تصدير بضاعتهم خلال عطلة الأعياد في حال حضور الجانب العراقي لقبول بضاعتهم وإجراء الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وكذلك تصدير البضائع عبر المنفذين المذكورين من خلال مراعاة البروتوكولات الصحية لمكافحة كورونا. بررت وزارة الداخلية قرار الحكومة القاضي بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشير سمات الدخول إلى البلاد بأنه جاء لتنشيط الاستثمار. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية حكومية أن القرار الحكومي جاء لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي الذي يعاني بسبب الأزمة المالية، مشيرة إلى أن هذا القرار سيشجع المستثمرين على الاستثمار في العراق وتحريك القطاع الاقتصادي في البلاد بحسب المصادر. اتجه مستثمرون فلسطينيون إلى الاستزراع السمكي عبر تدشين المزارع الخاصة بها في ظل القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الصهيوني على الصيادين في قطاع غزة، وتعتمد مشاريع الاستزراع السمكي على تربية الأسماك في أحواض خاصة تعمل على تربية أصناف محددة مثل الدنيس والصرور نظراً لعدم توفرها بشكل دائم في الأسواق المحلية نتيجة ضعف اصطيادها بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الصيادين وتقليص مساحات الصيد وعدم السماح بإدخال مستلزمات مهنة الصيد. تبدأ دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة التابعة للبنك المركزي المصري طباعة النقود المصنوعة من مادة البوليمر تزامناً مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وكان مسؤولون مصريون أكدوا أن البنك المركزي يسعى للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، مشيرين إلى أنه لن يتم استبدال نقود البوليمر الجديدة بالنقود المتداولة في السوق المحلية، وإنما سيتم تداولهما معا في السوق. أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن إجمالي أصول المؤسسات المالية في البلاد بلغ نحو 54 تريليون و260 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وأفادت وكالة شينوخا الصينية للأنباء بأن هذه الأرقام تعكس زيادة في قيمة الأصول الصينية بنحو 10.7% على أساس سنوي، بينما بلغ حجم الديون غير العاملة لدى المصارف الصينية حتى نهاية أيلول الماضي نحو 429 مليار دولار. اعتبر صندوق النقد الدولي أن هناك بوادر تعاقب أو تعاف قوية للاقتصاد العالمي، وقال الصندوق إنه بالرغم من التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي إلا أن هناك غموضاً كبيراً بشكل استثنائي ومخاطر ملموسة متعلقة بتحور السلالات الجديدة لفيروس كورونا، والتي قد تقوض أو تؤجل التعافي في الاقتصاد العالمي لفترة جديدة أخرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.